اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم المالطا فندي. في عز ازمه الكورونا مسيطره علينا وعلى حلقاتنا، واحنا قلنا النهارده لازم نعمل حاجه تفرحكم ونعمل حاجه، وما زلنا مستمرين في ان احنا نعمل حاجه تفرحكم وتخرجكم من المود. مش هنحزن ومش هنكتئب، وان شاء الله ازمه وهتعدي، ان شاء الله ربنا يعديها على خير، بس نتفائل لان احنا لو قعدنا نحزن وخوفنا هنموت من الخوف مش من المرض. انا بدعوكم النهارده نبتهج ونحتفل مع بعض ونتبسط علشان نخرج من الجو اللي احنا فيه. التفاؤل والسعاده بيقوي المناعه، والمناعه اقوى قاتل لاي مرض منتشر في اي مكان. تجربه بسيطه كده قبل ما ابدا الحلقه، عايز اقول لكم ان الخوف والقلق دايما بيسيطروا على الانسان ويتمكنوا منه، ممكن يدخلوه في دوامه تانية بعيد خالص، يقللوا مناعته ويدخلوه في مشكله، يتوهم بالحاجه اللي هو محطوط فيها، المود الضغوط اللي عليه والمؤثرات اللي حواليه في المود بتاع الحاجه دي معينه تأثر عليه بالسلب بدون وجود ليها خالص. يعني انت ممكن تقنع نفسك من كتر الخوف بالفيروس ان انت عندك فيروس وتتوهم بيه وتمرض بيه من غير وجوده خالص. مثال كده، زمان طلبه كده في الجامعه عندهم دكتور فرنسي حبوا يعني يعملوا معاه تجربه كده، فكتفوه وربطوه على ترابيزه وقالوا له احنا خلاص هنقطع رقبتك، احنا مش عايزينك. فقبل ما نزلوا السيف على رقبته كان مات من الخوف. فاحنا يا جماعه نتفائل وما نخافش، ربنا موجود، احنا بس نعمل اللي علينا. ما ينفعش تبسطها خالص وتسيب ايدك خالص، ولا ينفع برضو تحبكها قوي. عيشوا انطلقوا انبسطوا، بس اعملوا اللي عليكم وامنوا نفسكم وخافوا على اولادكم وقعدوا في البيت على قد ما تقدروا. النهارده بدعوكم دعوه للبهجه والابتسامه في عز عصر الكورونا. ومعايا رحب ضيوف الاول، بعدين نسمعكم حاجه كده اغنيه ونرجع لكم تاني. معايا الحبيبي اللي منورني الفنان محمد المنسي. حبيبي يا استاذ حازم، ربنا يخليك، ملك البهجه والسعاده في مصر، ربنا يخلي حضرتك ان شاء الله تمتع الجمهور النهارده باغانيك واعمالك الرائعه ان شاء الله. كمان معايا اللي مشرفني دايما كل حلقه ومزهقني وزهقت منه نفسي اغيره الصراحه، الخواجه نوز. انت حبيبي مالطا فندي، ما اقدرش اسيبك. ما انا زهقت منك. انا من ساعه ما جيت من انجلترا وانا لازق فيك، خلاص ما ينفعش نسيبك. ما انت جبت لي الفار يا خواجه، انت جاي سلف مستلف $13 جاي بيهم من بره. مالطا فندي احنا اخوات نشيل بعض. لا ما انا حرام، الشيله تقيله، تعبت انا ملط، اجيب منين تاني؟ انتوا كده. معايا كمان الموسيقار محمد ابو عصام، احمد ابو عصام حبيبي منورنا. نخرج نسمع اغنيه انا عملتها انا وشعراوي وسكر وزغلول والطقم بتاعنا وعماد سكر. انت شعراوي سكر زغلول، هم الاثنين واحد. شعراوي سكر زغلول 3-1. لا سكر وزغلول الاثنين واحد. طب بلاش الخواجه نوز وزغلول والمالطا فندي، اعمل لكم اغنيه عن الكورونا برضو، ايه حبه فرفشه كده عشان نتبسط. حاجه كده نسمعها كده ونرجع لكم تاني، يلا. تصريح قلتوا لنا الفيروس مكرونة، طلع ديكرونة بصحيح.
ورجعنا لكم، ويتمنى ان احنا نكون قدرنا نسعدكم بالاغنيه ديت. واخرها بنقول احنا معانا ربنا موجود، وانا بقول لكم تفائلوا واضحكوا وانبسطوا وربنا موجود، وان شاء الله ازمه وتعدي على خير. شفت صوتي في الاغنيه مالطا فني؟ لا وحش طبعا. ده عمرو دياب قال لي انت بتقطع عليا. عمرو دياب مين؟ انا كنت يعني فار بيصوصف في الاغنيه. ده انا صوتي جميل جميل. جميل ايه؟ بيقول اسفتي. لا جميل يا استاذ حازم والله. لا 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 حاجه حلوه. على اساس ان ام كلثوم كانت بتغني معايا في الاغنيه. ايوه يا باشا شوف. ايه يا عم يا عم؟ ده انا فنان عالمي. لا مفيش الكلام ده. الله اكبر عليك والله. الله يكرمك يا فنان، منورنا والله. على فكره وحشني كتير منسي والله. وانت كمان والله. والله وحشني. على فكره عزمته عندنا في انجلترا على بيض وجبنه قريش. ما جاش. على بيض وجبنه قريش. اللي ياكل بيض وجبنه قريش مش ممكن يعيش. قبل الكوره؟ مصيها. مصيها الناس اللي بعديها. عزمته. ماشي انا ما انا مصدق ان شاء الله لما الدنيا هتفتح كده باذن الله وكده هجي لك ان شاء الله باذن الله. يا هجي لك ان شاء الله. ان شاء الله لما الدنيا هتفتح انا همشي اصلا، انا مش هقعد هنا تاني. هتمشي تروح فين؟ هروح انجلترا خلاص. دي مصر دي ام الدنيا. ما هي ام الدنيا انا عارف. بس انا عاوز ارجع بلد ام الدنيا. شاف فيها العجب. شفت ايه خواجه في ام الدنيا؟ موضوع كورونا بقى ده. اول امبارح كنت في البنك. فالمهم انا داخل اسحب من الفيزا بتاعتي طبعا اللي فيها البنك حاطط شروط طبعا. لا لا اللي فيها فلوس كتير. الفيزا بتاعتي دي فيها فلوس كتير. ايوه واخدين بالنا. شحات. البنك حاطط شروط، يقول لك لازم اما تخش البنك تلبس كمامه وجوانتي وبتاع. فالمهم الناس ما كانش معاها ولا كمامه ولا جوانتي. كان في واحد بس في البنك اللي معاه كمامه وجوانتي. فراح الناس كلهم اتلموا عليه واتفقوا مع بعض بينهم وبين بعض، كل واحد يخش بالكمامه والجوانتي ويطلع يسلمها للي بعده، يخش بالكمامه والجوانتي ويطلع يسلمها. نقلوا الفيروس لكل دخل البنك. لو في فيروس كل كمامه وجوانتي لموا على 500 واحد. دخلوا كلهم بيهم الباك بكمامه وجوانتي واحد. واحد. اللي يدخل بيهم ويرجع يسلم للتاني. ايوه. ده نسيبها سودا. لا مالناش حاجه. لا احنا هنجيب للكورونا ضغط عصبي. كنت في الميكروباص. كنت في الميكروباص. وليا كبيره معاها طفلين. طفل لابس كمامه وطفل مش لابس كمامه. فالمهم بعد شويه كده بتقول لابنها ايه؟ ما تدي الكمامه لاخوك يات شويه كده، اخوك مش لابس حاجه. انت لبستها كتير. اديله شويه. انت لبست كتير اديله البس شويه. طيب يعني هما الاثنين واحد لابس واحد مش لابس. بيبدلوها مع بعض. ربنا يعديها على خير. لا خير ان شاء الله. انا مالطا فندي زعلان من حاجه واحده بس. اول ما جيت مصر كنت بلعب لعبه جميله قوي في الكورونا مش عارف العبها. اسمها ايه بقى؟ اللي هي دي. دي ايوه دي مش عارف العبها. طبعا مفيش تصافي. كل ما بيسلم على حد كل ما اجي اقول لواحد تعالى العب معايا دي وبتاع ما يرضاش. بيخاف. لحد بقى ما بقيت العبها مع الحيطه. طيب ايه رايك بقى تركن شويه نسمع الفنان؟ انا ركنت اهو. اركن يا خواجه كده. ركنت سمعني يا منسي. خواجه والله منسي. ابسط الناس يا منسي. عيني ابعد عن اي حاجه حزن. احنا نقول يا مساء العسل الابيض على كل الناس وعلى كل المشاهدين واللي بيشوفوا. يا مساء العسل الابيض. ده احلى مثال للجمهور. احلى مثال للجمهور. يا مساء العسل الابيض مع النجم الفنان محمد المنسي. يلا بينا. انطلق يا نجم. يا عيني يا ليلي شفايف العسل قلت النهار نادي عيونه قالت حصل طب خدني عالهادي انا قلت حبك وصاك وقلبي لي فاضي يا مساء العسل الابيض يا صباح العسل الابيض يا مساء العسل الابيض يا صباح العسل الابيض بحبك وعالابيض من غير لف ولا دوران بصحى لك ومن بدري من صوتك ريب يجري
بحبك ومن صغري على قديم وزي زمان بحبك دي كلمة بقولها ده عيني بتقع من طولها لو شافت عينك وجمالها دغري بتطلب الإسعاف بحبك وهفضل أحبك بكيفك وغصب عنك لو ضاع قلبي يبقى بسببك يبقى اللي ما شافش أو شاف يا عمي ولع يا سيدي ولع ولعوها يلا أيوة خواجة شفايفك مربي التوت خدودك كريم بسكوت شفايفك مربي التوت خدودك كريم بسكوت بدعيلك يا رب تموت فيا انت وافضل اموت فيك بتهل القمر بيغل بتهل القمر بيغل والشمس تخفى عن الكل لا شوف لا لجمالك حل لا يتفقوا في ثانية عليك جمالك ده اصلي وفاخر شمالك يمين عالاخر اعيد لك ومش هتاخر عشانك صدر فرمان تتجنن وتقسى شوية او تقلب دور الحنية هخلص عليك وعليا مش طالبك نان يا مساء العسل الابيض يا صباح العسل الابيض يا مساء العسل الابيض يا صباح العسل الابيض بحبك وعلى ابيض من غير لف ولا دوران بصحى لك ومن بدري من صوتك ريق يجري بحبك ومن صغري على قديم وزي زمان الله 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 يا منسي خمسة نعم عسى الله بيد عليك أربعة نعم مش خسارة جبنا القريش اللي أنا أكلتها جبنا قريش من إنجلترا هو كل ولا لسه؟ كل لا أما أنت لسه قلت منسي أيوة أيوة رحت يا أستاذ حازم مشيها كلب كل مشيها كلت ولا مشيها كلب؟ كلت كلت أو كرت وضح لحسن هنا فيها طرابة دي تفرق يا خواجة المصريين ما بيسموش الحاجات دي ماشي ماشي غلطة يا حبيبي انت بتكح ليه عندك كورونا ولا ايه لا لا انا تمام امال ايه لا عايز احكي لك على موقف احكي لي بجد والله حصل لي من قيمة اسبوعين كده ايوه كان في وقت الحظر اول ما الحظر يعني حصل كده جالي شويه سخونيه ايوه تمام ابعد يا شعراوي والله لا لا والله سخونيه انا كويس يعني لا الف سلام شويه سخونيه كده ايوه وبرد بقى جامد قوي في العظم كمان تمام ايوه المهم فالجماعه عندي رحت نزلت مستشفى الساعه 6 الصبح ايوه والله العظيم نزلت عايز اكشف سخونية الدكتور يعني. الدكتور خايف يجي جنبي مني قلت له أيوة. دكتور والله انا كويس وما فيش حاجه بس هو الموضوع كله شويه سخونيه ايوه وشويه برد في العظم وكده أيوة. العظم كمان الله. كمان في العظم انا كنت خايف جدا بسم الله ما شاء أيوة. الله والله خايف طبعا على مراتي وخايف على بنتي وكده في أيوة. البيت طب ما خاف علينا احنا التانيين لا والله لا احنا تمام دلوقتي ما فيش اي حاجه ماشي. ايوه فقاس الحراره فالحراره كويسه ايوه فاداني حقنتين كده حلوين ايوه وشويه علاج بقى وبتاع ايوه تاني يوم الحمد لله كنت بقيت كويس أيوة. طب الحمد لله حمدت ربنا الحمد لله الحمد لله نرجع مكاني بقى كده والله الحمد لله خفت جدا يعني الحمد لله يعني رجب من الاقصر اهلا بيك يا رجب حبيبي حبيبي يا رجب تحيه للاقصر وجمهور الاقصر استنى يا رجب الاقصر دي بلد التاني خد التحيه يا رجب تحيه للاقصر يا باشا تحيه للاقصر يا احمد اي تحيه للاقصر الاقصر بلدنا اي حاجه رجب حبيبي احلى تحيه لك يا رجب للاقصر عليا النعمه منورين يا عم والنعمه انت اللي منور الدنيا كلاتها كورونه مين يا عم كورونه مين والناس نايمين يا عم عيب عليكم ده كفايه والله معلش برضو ناخد احتياطاتنا برضو يا عم الحاج والله العظيم انتوا احسن ناس يا عم الله يكرمك يا حاج رجب والله بتمتعونا وبحييكم بصراحه بالذات الفنان والأرج وكل والله الله يكرمك ربنا يخليك يا عم رجب يا رب وبحيي الخواجه حبيبي يا عم رجب فريق الاعداد حبيبي والقناه المحترمه والله تسلم يا والله كل بتسعدونا كل التحيه ليك يا عم رجب وكل جمهورنا اللي بيشوفنا كل 3 الساعه 10 طبعا والأقصر وبلد والأقصر عايزينكم كل يوم ما ينفعش من الاسبوع مره كل يوم 3 حاضر كل يوم ده يبقى شرف كبير ليا والله كل يوم بصراحه الصعيد كله بيحبكم ده شر الله يكرمك الله يسعد ايامك وأسوان وزواج وأسيوط الله يخليك يا عم رجب الله يكرمك ده كتير علينا والله ده احنا بقول لك يا عم رجب ده
الله يعزك يا عم رجب. ربنا يبارك فيكم وتسعدونا دايما والله. يا عم رجب الاستاذ محمد المنسي الفنان عايز يسالك حاجه. عامل ايه يا عم نعم. رجب؟ الحمد لله والله. بيقولوا عندكم ايه عامل؟ كل حاجه حلو تمام؟ اه انت من اللي عندك اما يقول لك عامل ايه يقول لك ايه عامل؟ ايه عامل؟ انت عامل ايه؟ بيقول له انت كويس. انا عايز الخواجه يكلمني يا اخي. حبيبي يا عم رجب على فكره انا مستني هم يخلصوا عشان نتكلم انا وانت براحتنا بقى، ما ينفعش كلمتين على الماشي كده. يا خواجه انت حلو يا خواجه. والله انت اللي حلو يا عم رجب. اكلت السلاولو بتاعتنا يا خواجه؟ ها؟ سلاولو. سلاولو؟ سلاولو. دي اكله مصريه كده عندنا. ايه دي سلاولو دي؟ ملوخيه وثلج وتوم و خلاص يا عم رجب الاسبوع الجاي احنا معزومين عندك في السلاولو. يا ريت يا ريت يا ريت يا خواجه. حبيبي يا عم رجب حبيبي. بشكرك يا عم رجب وتحيه ليك الاقصر وشعب الاقصر. معانا سيد. السلام عليكم. يا سيد. يا استاذ حازم. حبيبي سيد يا سيد. سيد الامين. معايا يا باشا. معايا يا باشا معايا. يلا يلا. سيد يا سيد. سيد يا سيد. سيد يا سيد. سيد يا سيد. احلى تحية لابو ادم. حبيبي يا نجم. حبيبي يا سيد الامير. احلى اعلامي في العالم. احلى موسيقار. اللي وزع لنا الاغنية اللي فاتت دي. الله يبعد على الاستاذ محمد المنسي. حبيبي يا استاذ سيد ربنا يخلي حضرتك يا رب. حبيبي منور الدنيا ومنور الشاشة يا نجم يا رسول يا رب. ربنا تسلم يا موسيقار. يا الله يكرمك. انت طبعا انت ساكن في الحمدية والحمدية اتضربت. يا الحمد لله اتضربت وانا متكتف في البيت والله. بقول لك يا سيد. يقول يا خواجه امسح رقمي بقى ماشي؟ اعتبرني اتمسح يا برنس. خلاص كده الموضوع انتهى يا عم سيد. حبيبي يا خواجه ده تأجيلي قريب يعني. انت حبيبي يا عم سيد والله. حبيبي يا خواجه والاغنيه والله بالتوفيق والاستاذ حازم الوحيد اللي مميز فيكم عشان ما اكدبش عليك يعني. تسلم تسلم. ايه ده ايه ده ايه ده يا سلام. سلام ايه ده يا سيد. ايه ده يا سيد. بس ما اكدبش ده انت عليك لسه يعني. اول امبارح كنت بتقول لي ده استاذ حازم اوحش واحد فيكم. اوبا. ما يصدقش ما يصدقش. اوبا. لا 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 مفيش الكلام ده يا سيد انا احسن واحد فيهم يا سيد. حبيبي يا فنان طبعا مش هصدق الخواجه طبعا الخواجه طول عمره عايز يضربنا في بعض وعايز يضرب المصريين في بعض والعرب في بعض احنا ما نصدقش الخواجات. شوف اللي بيرمي. حبيبي يا السيد بشكرك يا السيد والف شكر ليك يا باشا. استاذ كامل الجبري من بولاق. الو استاذ كامل. السلام عليكم ازيك يا محمد يا منسي عامل ايه؟ اللي بيكلمك كامل. حبيبي يا منسي منور الدنيا ودايما باصص الشعب كده يا باشا. ربنا يخليك ابو كندا الله يكرمك. ربنا يخليك منور الدنيا يا استاذ حازم. خلاص بعدين بقى يا عم بعد ايه يا كامل بقى يا كامل كسبتنا يا خواجه. لا يا منسي انت حبيبي بس معلش يعني فرحتي بيك يا منسي على الشاشه. ربنا يفرحكم ببعض دايما استاذ حازم والخواجه طبعا حبيبي. الاولويه برضو واخواتك حبيبي يا باشا حبيبي. كل التحيه لبولاق وشعب بولاق والجبري وكامل الجبري وكل اهل الجبري. حبيبي حبيبي يا استاذ حازم. احمد عصام باشا اخبارك حبيبي؟ الحمد لله تمام. منور الدنيا كبير يا محمد يا منسي. قاعدين كلنا بنتفرج عليك انا وعم عادل وحموشه وحاتم ومحمد واحمد اخويا كلنا بنتفرج عليك. الشارع كله بقى بيتفرج بقى. اشكرك يا باشا تحياتي ليهم جميعا. بشكرك يا استاذ كامل. كل التحيه لبولاق وشعب بولاق وحسن من المنوفيه. احلى تحيه لشعب المنوفيه حسن. اهلا بيك يا حسن. اهلا باشا. اهلا بيك يا حسن. عامل ايه؟ احنا معاك على الهواء كويسين والحمد لله فاين. نكرو نهير. ايه تسمع الخواجه يا باشا؟ سلم لك على الخواجه اهو. حبيبي حبيبي يا ابو علي. ايوه خواجه. عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ انت بتتكلم منين يا باشا؟ بتتكلم منين؟ من المنوفيه. من المنوفيه؟ ولا من بقك؟ من المنوفيه مش الشهداء. اهلا لا الشهداء احسن ناس حبايب الشهداء عشان تبقى عارف. انا ليا اصحاب واحباب كتير في الشهداء عشان تبقى عارف. خليك في بيتك بقى يا ابو علي. تحية ليك يا باشا وكل بس. تحية المنوفية والشهداء وكل شعب المنوفية. ومحمد التهامي اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا الفنان محمد المنسي. ما اكيد خاله لازم أيوة. كده طبعا هو قال ان انت خاله. منور الدنيا يا منسي. ربنا يخليك يا دكتور. تسلم يا دكتور. منور الدنيا يا منسي. حبيبي ده الدكتور محمد التهامي خالك. ربنا يرضى عليك ويوفقك يا حبيبي. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. تحية للجيش الابيض. ايوه حبيبي. كل التحية للجيش الابيض يا دكتور. يا دكتور. ايوه يا باشا. معاك سامعينك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا حبيبي منورنا شرفتني يا رب. بشكرك يا دكتور الف شكر.
ومعانا ام سعيد من الحوامديه. يا جماعه الحوامديه اتضربت، ما تجيبوش مكالمات من الحوامديه. حازم عامل ايه؟ ايه يا ام سعيد عامل ايه اخبارك؟ من بعيد من بعيد لبعيد يا ام سعيد بالله عليك. ابعدي السماعه والنبي يا ام سعيد عشان الكورونا، انت الحمديه مضروبه. ايوه كله مستخبي. وايه اللي حصل عندكم صحيح؟ ايه اتضربنا بقى خلاص في حاله كده وكله قلقان. الف يعني في حاله عندكم ايجابيه فعلا. خليك انت بس في البيت يا ام سعيد، وخلي سعيد في البيت، اهم حاجه سعيد. احنا مستخبين في البيت اهو. يلا الف ربنا يحفظكم ان شاء الله. ربنا معاكم يا ام سعيد يا رب. غمه ان شاء الله وتعدي على خير يا ام سعيد، وربنا يسترها ويجعل يومك سعيد وعامك سعيد وكله جديد في جديد. وبشكرك وكل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغني بقى، نغني بقى. انا عايز اقول حاجه بس مالطا فندم. انا عايز اغني بقى. لا انا عاوز اقول حاجه بس للناس اللي بتتفرج علينا، كلمه واحده بس للرجال. ما تقعد في البيت يا عم، اقعد في البيت. انت مش عاوز تقعد في البيت ليه؟ انا عارف ان انت زهقان وبتسحب كل شويه كده، عاوز تنزل على القهوه والقهوه قفلناها لك. احنا عرفنا بقى سكتك وقفلنا القهوه. ايوه عارف ان انت زهقان من البيت كله ومن اللي فيه. ما توقعش بقى الرجاله في السكت. لا ثانيه ثانيه، وانت يا مدام مالك زهقانه من جوزك ليه؟ انت مش كنت عاوزاه يقعد في البيت؟ هديك قاعد في البيت اهو، زهقت ليه بقى دلوقتي؟ يعني انا مش عارف ايه، نستعمل بعض يا جدعان. يعني على راي الاستاذ وائل جسار، البيت وناس والخمسه سته اللي احنا منهم. على راي الفنان عبد الفتاح الاسري، البيض وناس والناس اللي بيرموا. صح صح زي الفل. على اخر الهجر مش هيبقى خمسه سته، هيبقوا اتنين تلاته. الهجر والوصال. الهجر اصلا ما بعرفش اقول الهجر. الحجر ما بعرفش اقول الهجر. نقف في بيتنا بعد اذنكم؟ نقف في بيتنا يا عم؟ اقعد في بيتك يا عم. اقعد في بيتك بقى انت وهو خلاص بس يا اقعدوا في بيتكم واسمعوا كلام الخواجه، عشان الخواجه طول عمركم عندكم عقده الخواجه. جبنا لكم خواجه بقول لكم اقعدوا في البيت، انا قلت لكم ما حدش عبرنا، جبنا لكم خواجه بقول لكم اقعدوا في البيت، اقعدوا بقى في البيت، اقعدوا في البيت. يلا يا فنان نغني. احنا نقول للناس حلوين من يومنا والله. نقول حلوين من كويس. والله نقول يا عم حلوين من يومنا والله. وقلوبنا كويسه. نسمع. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مساء. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مساء. ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ويا ليل طول شوية عالناس الحلوة دي. ده الغالي ده الغالي فينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. يلا حبيبي عبد حازم، وتحية ليك يا خواجة. يا
ليلي بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليلي بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وبطر أفراحي غنوة واجعل أيامنا حلوة، وبطر أفراحي غنوة واجعل أيامنا حلوة، أفراحي غنوة واجعل أيامنا حلوة، وبدور أفراحي غنوة واجعل أيامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. ويا ليل طول شوية عن الناس الحلوة دي، ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، 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 ولا عمره هيتنسى حلوين من يومنا. والله والله قلوبنا كويسة. أحلى أبو فوزي في الدنيا والله يا راجل محترم. أنت يا فنان. يا رب نبقى حلوين دايما كده يا رب، دايما يا رب ويعدي على خير. أنت فنان يا منشي والله، ربنا يخليك يا فنان. يعني ما الكورونا بقى عامل عندكم في المنطقة أنت والدنيا والله المنطقة والوضع معاك إيه وبتعمل إيه؟ وأنا جاي دلوقتي المنطقة عندنا بايظة خالص. رب في والله ربنا يسترها يا رب. في من غير بقى أسماء ما تحددش أماكن عشان وزارة الصحة ورئيس الوزراء قال لك لا تحددوا اماكن ولا اسماء. والمساعد خرجت الدنيا وانا من احنا هنتحبس النهارده. محبوسين في البيت بقى حازم منفضه بقى. طب دلوقتي ازاي يعني بتعمل ايه؟ بلاي ستيشن مثلا؟ بنعمل تيك توك. تيك توك ده عالم مجنون مش فاهم له اي قصه بصراحه. منسي تعالى انا بكتب اغاني والله. هكتب لك اغنيه تغنيها؟ ماشي. يا حابب تسمع حاجه؟ يلا. طيب ممكن نوز ناخد ام اسلام من بشتيل ونرجع نقول الكلام ده. ناخد ام اسلام من بشتيل يا شباب. ام اسلام. ام اسلام واسلام تمام. اهلا بيك يا ام اسلام. طب وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. طب وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. يا ام اسلام وطي التلفزيون. يا ام اسلام. هو ده مين؟ اخويا. اهلا بيك يا ام اسلام. اهلا بيك. اهلا بيك يا موسى. شكرا شكرا يا حوده. يا اخويا شكرا يا موسى. مين؟ رودينا. اهلا بيك يا رودينا. واطي التلفزيون يا رودينا. اسمعينا من التليفون يا رودينا او ابعدي عن التلفزيون يا رودينا. اسمي رفايده. رودينا. رفايده. 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 رفايده كام في الميه؟ قفلت. شكرك. القلشة جت في وشها قفلت على طول. انا قلت قلش ما يتقلش. ما علينا. اقول لك بقى الشعر بتاعي. اتفضل بقى قول. يا حاجات اغاني كده بكتبها انا بيني وبين نفسي، بس انت عشان حبيبي هديها لك. ماشي. هاني شاكر قال لي عليها وعمرو دياب قال لي عليها، بس انا قلت ايه؟ يعني المنسي اولى برضو. صح. احنا حبايب. بتقول ايه بقى الاغنيه؟ I am tired من غيرك، listen to me وراضي ضميرك، لو ايزي تسيبني لغيرك انا والله داي. الله يعني حلوه القفله دي. ايه رايك؟ لا نعملها كده. اعملها كده. ايه؟ اي ام تاير دي من غير. هي مسروقه على فكره. اي ام قلت كده برضه. اللحن المسروق ولا الكلمات؟ الاثنين. الاثنين زي العيب. بس عشان اعمل ميكس عربي وانجليزي عشان ايه؟ عشان ما يقولش ان هي مسروقه. استنى افتكر هي بتاعت تامر حسني اولها ايه؟ ليه انا تعبان من غيرك؟ لا بس قالها بالانجليزي كلمه انجليزي. من غيرك اسمعني وراضي ضميرك. عندي امل كل ارجع لي انا قلبي معاك. صح الاعداد شغال. ارجع لي انا قلبي معاك، مش عارف انسى هواك، مش قادر انسى هواك يا اهلا ملاك يا روح الروح.
يا روح الروح يا روح الروح هي بتقول كم انا تعبان من غيرك listen to me وراضي ضميرك ايوه اسمعني لو ايز تسيبني لغيرك I will die طب انت عايز بقى عايز تجيب لنا مشاكل لا هو كده ضاي حلو ما كده غير الكلام خلاص والله ايوه ما هو بيقولها انا بقول بالعربي ده بقوله بالانجليزي اي ويل داي ده بقى خواجة شفنا القفله شفت القفله جميله شوف القفله بس القفله داي دي تحس قريبه من هينداي لا انا بقول اي ويل داي لازم تنزلها كده لو ما نزلتهاش مش هديها لك طب تمام لا خير ان شاء الله خير باذن الله يعني دعني اسمعك قليلا بعد الهاتف بعد الحلقه ولا ايه ماشي ايه يا منسى ايه يا حبيب قلبي انا كحيت لا انا تمام والله انا كحيت والله انا كويس لا انا لا لا المنزل تمام انت اللي شايف مش تمام ولسه دلوقتي كشفين عليا وهناك على البوابه وتمام الدنيا ده انت بيغرك الجهاز ده تمام حركه سفر عليه والله لا سفر عليك انت سفر عليك ما نلبسها لبعض سفر عليك الجهاز اللي عامل المدينه سفر عليك لا ما سفرش على حد فين كان بنور اخضر عند الناس كلها بنور احمر عندك انت نور اخضر ده اخضر يعني عدي احمر يعني لا يا باشا لا 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 احمر اخضر يعني لسه ما استواش اخضر يعني لسه ما استواش صح اخضر لسه في الفرن يلا خير طيب احنا عايزين بقى نسمع حاجه بقى كده يعني حلو قوي بقى احب نسمع ايه علي علم على الناس نقول ايه طيب ايه انا مش عايز اقول لك حاجه كنت تطلع مش معايا بلاش انا لا قول انت قول انت نقول ايه هلبسك طب بقول لك ايه انت عندك حاجه البلاي باك بتاع مش عبان عبد الحليم ولا بتقول انت قول لي كده ونديها الروح الله يرحمه دي غنوه كنت انا مسجلها قبل قبل عم شعبان الله يرحمه ما توفى كنت مستأذن منه والله وبعد ما توفى يعني ربنا افتكره فانا ما رضيتش انزلها او ما حدش يقول مثلا ان انا خدتها او سجلتها بعد ما هو ما توفى هي الغنوه اسمها الناس كتير وانت الوحيد مش اسمها حلو يا حلو انا سميتها يا حلو ليه تغيب عننا يعني الاغنيه مكتوب عليها حلو يا حلو حلو يا حلو نسمع حلو يا حلو يهدى لروح الفنان الشعب الجميل شعبان عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم نسمع ربنا يرحمه انزل الناس كتير وانت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي الناس كتير وانت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي الناس 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 كتير لكن اعمل ايه انت اللي ساكن دنيتي الناس كتير لكن اعمل ايه انت اللي ساكن دنيتي الناس اللي عالناس الناس على ايه بقى نحتار وليه خليك معايا في سكتي على ايه على ايه على ايه على ايه بقى نحتار وليه خليك معايا في سكتي يا حلو ليه تغيب عننا
الوحيد اللي في حياتي. بس خلاص الله عليك الله عليك. ما راسش كده من ايام حلو ده يا عم حلو ده مخبي علينا ليه ده؟ والله حلو ده اللي بيفرح الناس ده حلو ده اللي بيبسط الناس ده الناس طبعا. والله العظيم يا منسي والله احنا جايين نبسط انا الناس. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه يعني في ناس بيقولوا انتوا في عز الغم ده طالعين تغنوا هنغني هنغني لو فيها ايه هنغني وهنضحك وهنبسط وهذه طبيعه الشعب المصري واحنا يعني كده شعب ابن نكته واحنا اللي هنجيب له الكورونا ازمه نفسيه احنا اللي هنخلي الكورونا تخلع مننا وتقول هلو فيها يا جدعان ان شاء الله ربنا كريم وحافظ مصر مصر محميه ومعانا محمود من هنا اهلا بيك يا محمود هنا وشعب هنا السلام عليكم وعليكم السلام. السلام ايه رايك مع كلمات الكورونا ان شاء الله ممكن تتلحن وتتجلد الوقت لو على السريع قول يلا 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 بقول حافظ على بلدك واغسل ايدك باستمرار ايوه وبلاش عفويه وتاخد امورك باستهتار واسمع منا والزم بيتك الموضوع مش عايز هزار ده مرض خطير وعلاجه في ايدك ما تضيعناش وضع ونحتار وازمه وعديها والله